عندما تشتد المنافسة الانتخابية وتحتد النبرة الخطابية، فإن الحملات الإعلانية للنيل من الخصم تنتشر على وسائل الإعلام. فهذا إعلان للجمهوري دونالد ترامب يتهم فيه تيد كروز بالنفاق في قضية الهجرة وبتأييده السابق لمشروع قانون كان سيعطي المهاجرين غير الشرعيين الحق في العمل. الرد لم يتأخر، فقد نشرت حملة تيد كروز إعلانا يتهم ترامب بالنفاق وبأنه غير موقفه من قضية الإجهاض. الإعلانات هذه قد تبدو صبيانية، لكن تأثيرها في الناخب الأمريكي كبير كما يقول المراقبون. ما زالت الأغلبية من الناخبين تستقي الأخبار من التلفزيون المحلي، وما زالت الإعلانات هي الطريقة الأولى التي يصل فيها المرشحون إلى الناخبين. الإعلانات السلبية ليست جديدة، لكنها ربما المرة الأولى التي تنتقد فيها مؤسسة داعمة لمرشح منافسيه لعدم مهاجمتهما منافسا رابعا. الجماعة المؤيدة لجاب بوش تفاخر في أنه المرشح الوحيد الذي يهاجم ترامب، رغم أنه انتقاد غير دقيق. وكالعادة هناك الأخطاء التي تثير شغف المنافسين. إعلان لماركو روبيو يتحدث عن الصباح الأمريكي. المشكلة أن الفيديو يظهر الصباح في مدينة فانكوفر الكندية. إعلان آخر لتيد كروز ضد روبيو سحب بعد أن اتضح للحملة الانتخابية أن إحدى الممثلات فيه إيمي ليندسي، ممثلة أفلام إباحية، الأمر الذي لا يليق بمرشح مسيحي محافظ يسعى إلى كسب أصوات المتدينين. منى الشقاقي، العربية، واشنطن.